يا اخوي انا عاوز ارجع في كلام وولد اكتبه باسم ابوه. خلاص روحي ولدي ولدك واكتبيه باسمك واسم عجايبي، وانا مالي ومال اللي بتقوليه. يعني انت ما زعلانش؟ زعل ليه؟ انا مالي ومال الواد. قصدي عشان يعني انا هحرمك منك تبقى اب. ليه؟ وانت ربنا؟ مرتي حامل في الشهر الرابع هتجيب لي الواد. رماه، انا اللي كنت متفقه معاك على الواد ورجعت في كلامي وسعادات مش حامل. مين قال؟ مرتي حامل، مرتي حامل وهتولد بعد كم شهر، وهنسمي الولد باسم ابوي. بقى خلي بالك من اللي في بطنك، الأحسن بيقولوا إن العيال بتتولد ميتة يومين دول. أنا ما أحبش أشوف والد أختي ميت قدام عينيها. روح ارتاح يا نجاة، الوقفة افشي على الحامل، افشي قوي. رماح فيك حاجة غريبة. قول يا بنت. قلت لنفسك وانا سمعت منك كل حاجه، عايز مني ايه تاني؟ واللي حي يروح في حال، لا تجيني ولا جيبي. شوف مين اللي حيصرف على عيال. قصدك ايه؟ هتقطع عني الشهريه بتاعت ورث ابوي؟ ورث ايه؟ انا بصرف عليكي كل شهر عشان العين وعشان انتي اختي. لكن ها اختي كبرت بيجي ليها لسان. يعني الشهريه قدام العيل؟ واه عيل ايه؟ فاكره نفسك انت بس اللي حامل؟ العيال كتير، دي بالك من الايام اللي جاي تبقى صعبه. جوزك على جده، انا من هنا ورايح شلت يدي من المصاريف وضميري مرتاح. بس انا ليا ورث يا رماح. روحي خديه من ابوكي، ولا اقول لك لما تشوفي ستهم ضمي ليها يمكن تلاقوا حل. ما بتحملهاش فضايح يا اخوي، بيتي وعيالي محتاجين الشهريه. بعدين عاد انت كل شوية هترجعي في كلامك، انا مش فاضي. قولي اللي عايزة تقوليه وانا انفذهولي. حقك علي، سامحني من قلبك يا اخوي، اعتبرني ما جيتش. ماشي يا بنت ابوي، روحي لعيالك، عايز الود اللي في بطنك يروق وصحته تبقى زين. خدي دول، جيبي حتة لحمة وشوية فاكهة للعيال.